جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض من الإخوة قام بتقديم عمل تزوير لواحد من المسلمين، وذاك الأول طلب مبلغا من الأخير، هل يقوم الأخير بتسديد المبلغ علما بأنه وعده بهذا المبلغ؟ جزاكم الله خيرا. هذا عمل حرام، التزوير لا يجوز، ولا يجوز أخذ العوض عليه، لأنه كذب وغش وتبليس، فلا يجوز، كله معتوب المزور والمزور له، وأخذ المال في مقابل هذا حرام. الواجب عليهم التوبة إلى الله عز وجل وترك هذا التزوير ورد ما أخذوا بموجبه من غير حق إلى من أخذوه منه.